تقول السائلة: قدمت إلى جدة من الرياض مع زوجها بالطائرة للإقامة مدة شهر، لأن الزوج لديه عمل في جدة، وكانت تتمنى عند قدومها إلى جدة أن تؤدي عمرة متى ما تيسر لها ذلك، وإلا فلا تعلم هل يتيسر لها الأمر أم لا، لأن الزوج مرتبط بعمل وليس عنده وقت كافي يذهب بها إلى مكة. وبعد مضي أسبوعين جاءت مع أخاها وأحرمت من الشقة وجاءت إلى مكة وأدت عمرة، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ما دامت ما نوت العمرة إلا من جدة تحرم من جدة والحمد لله ولا عليها شيء.